اوكي. لليسار هنا لو حركنا الكلايدا لليسار هيبقى كونسرفاتيف اللي هو متحفظ، يعني اللي هو بينفذ الدي ار اس بحساب، يعني بينفذ دي ار اس متاخر قوي. اوكي، لو ان انا سبته هنا كده، دي كده التفاصيل بتاعته. بي ابلاي اونلي برايورتي 1، في حاجه اسمها برايورتي 1 ريكومنديشنز ودي تفاصيلها. او ان هو الديفولت، هو طبعا في اكتر من ليفل هنا، وهو بيبقى الديفولت على النص. انا انصحكم كلكم طبقا ل يعني ما قراته انا في الدوكيومنتيشنز من في ام وير نفسها، بتقول اعملوا فولي اجريسيف للاخر خالص، دي احسن حاجه، احسن حاجه عشان ياخد قرارات الدي ار اس بسرعه. وزي ما بقول لكم ممكن من انفايرمنت للتانيه يفرق الكلام ده كله، يعني هي من انفايرمنت للتانيه طبقا لاحتياجاتك. ممكن لما يبقى الدي ار اس بيتنفذ بسرعه قوي، ممكن يعني قد يتسبب ذلك في مشاكل عندك في البرودكشن، فتبتدي تقللها لحد ما توصل لاحسن معدل. اوكي، طيب في حاجه اسمها predictive DRS. predictive DRS لو DRS التنبؤي يعني. اوكي، ال predictive DRS اعمل له enable امتى؟ ممكن اعمله enable او ممكن نخلينا نعمله enable بعدين. في برودكت من في ام وير مونيتورنج بلاتفورم اسمها في روبس، او اللي هي في ريالايز اوبريشنز بنشر، اهي في ريالايز اوبريشنز سيرفر. هناخد فكره عن الفي روبس ده ان شاء الله هنا في الكورس، فكره سريعه عنه كده في واحد من الفيديوهات جاي ان شاء الله قدام. اوكي، فيتشر البريدكتيف دي ار اس هي جديده في في سفير 6.5 اللي احنا بنعمل عليه الكورس دلوقتي. دي بتعمل ايه؟ لما بتكون انيبلد طبقا للهيستوري المتعلق بالبرفورمانس اللي موجود في الفي روبس، بيبتدي على اساسه الدي ار اس ياخد قراراته. يعني ممكن هو دلوقتي اللي بيحصل ايه، الدي ار اس في منه يعني خلينا كده نشبهها بايه، انه وقائي وعلاجي خلاص. فالبريدكتيف شبيه شويه بالبريفنتيف ان هو وقائي، وفي الدي ار اس العلاجي. الدي ار اس الديفولت هو دي ار اس علاجي، بمعنى ان اول ما اللود بيعلى يعني خلاص اللود علي، اللود زاد، الحمل زاد على الاس اكس اي هوست، يبتدي الدي ار اس ياخد قرار بانه يعمل مايجريشن للفيرتشوال ماشينز على هوستس ثانيه علشان يوزن الاحمال. فهو كده علاجي، هو بيعالج نتيجه يعني اثار ان اللود زاد. البريدكتيف اللي هو البريدكتيف دي ار اس اللي هو التنبؤي بيعتمد على الهيستوري. ان انا والله يوم 30 في الشهر، يوم 25 في الشهر، طبقا للي انا بشوفه في جراف البرفورمانس على الشهور اللي فاتت، ان كل شهر يوم 25 الساعة مثلا 11 الصبح اللود بيزيد، وببتدي بعدها احرك. يبقى هنا لما اقول له انه دي انيبلد، هو يجي يقول بقى ايه، خلاص يبقى انا الشهر الحالي اللي احنا فيه لما يجي يوم 25 انا مش هستنى ان اللود يزيد، لان انا عارف ان اللود هيزيد، انا هبتدي اعمل المايجريشنز تحسبا لذلك. وده طبعا احسن، ده مفيد جدا في الانفايرمنتس اللي فيها فيرتشوال ماشينز فيها تكدس، يعني الكثافه عاليه، عدد الفيرتشوال ماشينز ريشيو للهوستس عالي. وبالتالي فانا عشان لو فجاه حصل سبايك، لو فجاه الاستهلاك عالي جدا علشان انا الحق كدي ار اس اخد قرار وابتدي اعمل المايجريشنز، ممكن الهوست يبقى اليوتيلايزيشن في الوقت ده للسي بي يو او للرام 99% او 100%، وهيبقى تنفيذ المايجريشن بطيء جدا جدا، لان الهوست نفسه مش لاقي سبيس يشتغل فيها. فلما اقول له اشتغل بالبريدكتيف التنبؤي، هو اعتبارا واعتمادا على البيانات اللي موجوده عنده في الهيستوري بالنسبه لاستهلاك الريسورسز، هو عارف ان يوم 25 في الشهر سيرفر البي رول بيترن عليه قيد المرتبات، او بيترن عليه ريبورت المرتبات اللي بيها، مش عارف كاسبيرس كده يعني، ما علينا، اللي بيها استهلاك الريسورسز في اليوم ده بسبب سيرفر المرتبات هيعلى جدا. فيجي هو في الوقت ده، وزي ما قلت يشوف في الهيستوري ان كان في اليوم ده فيرتشوال ماشين المرتبات بتعمل لود عالي، يبقى نلحق من بدري نبعد
virtual machines اللي حواليها نبعدها عنها، نفضلها resources في الهوست اللي بترن عليه علشان ما يحصلش أي اختناقات. طبعا دي حاجة مهمة، دي مهمة جدا، وبصراحة دي feature أنا أحييهم عليها في VMware. عشان خلينا تاني كده على الديفولت، لأن حاليا لسه ما عندناش ADRS، ما عندناش VROPS. طيب ال virtual machine automation، اوكي احنا في عندنا اوفررايد. انا دلوقتي لما بعمل الاوتوميشن ده، هو ايه اللي بيحصل؟ الدي ار اس اوتوماتيكلي بينقل الفيرتشوال ماشينز من والى طبقا لللود. لكن في فيرتشوال ماشين، بغض النظر بقى اللود عالي اللود واطي، انا عايز الفيرتشوال ماشين دي طول عمرها تشتغل على الهوست رقم واحد. فلما تكون فاقدر اعمل اوفررايد، وهنشوف الكلام ده بتعمل ازاي. انا عايز اعمل اوفررايد، انا عاوز اقول للفيرتشوال ماشين دي لا تخضعي للدي ار اس رولز. هو الجزء ده يا شباب بيتكلم على الرولز، او يعني الدي ار اس عامه، يعني لا مش الرولز عفوا، بيتكلم على الدي ار اس نفسه. ان هل الفيرتشوال ماشين تخضع للدي ار اس وتتنقل بناء على طلبات ورغبات الدي ار اس نفسه ولا لا؟ اوكي، فهي باي ديفولت انيبلد. طب دي انا احتاجها في ايه؟ انا في فيرتشوال ماشين مش عايزه تتحرك من على الهوست اللي هي عليه، يعني انا حر او ممكن يكون مرتبط، لا طبعا مش انا حر، يعني ممكن يكون لي علاقه باللايسنس مثلا. يعني على سبيل المثال الاوراكل داتابيز باللايسنسنج بيكون مربوط بالفيزيكال سي بي يو سوكتس اللي في الهوست. اوكي، لو فيرتشوال ماشين الاوراكل اتنقلت من على الهوست اللي هي عليه، اللي عليه اللايسنسد سي بي يو كورز، وراحت لاي اس اكس اي هوست تاني في سي بي يو كورز اعلى مثلا، يعني او في سي بي يو سوكتس اعلى، اوكي ده هيعمل فايوليشن للايسنس الاوراكل. فانا باجي بقول له على فيرتشوال ماشين الاوراكل، اقول لها انت تشتغلي فقط على الهوست ده اللي معمول عليه لايسنس، هي باي ديفولت انيبلد. او ممكن اشيل العلامه دي عشان ما حدش يقدر يعدل فيها، لكن نخليها. طيب احنا كده خلصنا ايه؟ اوكي الاديشنال اوبشنز، فيرتشوال ماشين ديستريبيوشن. اوكي فيرتشوال ماشين ديستريبيوشن، هنا بقى توزيع الفيرتشوال ماشينز. اوكي هنا بيقول ايه؟ فور افيليبيليتي distribute a more even number of virtual machines across hosts. يعني قدر المستطاع لما نعمل دي كده عشان الافيليبيليتي، خلي عدد الفيرتشوال ماشينز متساوي على كل الهوستات، متساوي. اوكي بس دي يعني احنا ممكن نعمل دي عندي انا هنا في اللاب، بس ممكن ما تحتاجلهاش في الانفايرمنت، يعني سيبها على الديفولت لما اديك عرفتها، لما تحتاجها استخدمها. طيب حاجه كمان، اوكي بالنسبه للميموري متريك فور لود بالانسنج، انا ممكن الود بالانس الفيرتشوال ماشينز طبقا للكونسيومد ميموري مش الاكتيف ميموري. هو ايه الفرق ما بين الكونسيومد ميموري والاكتيف ميموري؟ الاكتيف ميموري لو انا مش غلطان، الاكتيف ميموري هي الفيرتشوال الرام الاسايند للفيرتشوال ماشين. الميموري الاسايند يعني مثلا الفيرتشوال ماشين احنا اديناها 8 جيجا رام، فهو ده الاكتيف ميموري، وطبعا ده بيبقى اول فيرجن ماشين اب وراننج يعني. اوكي في حين ان الكونسيومد ممكن يبقى بس 3 جيجا من ال 8 جيجا. لما اعلم على دي كده صح، هو هيوزع الفيرجن ماشين طبقا للرام المستهلك الفعلي، خلاص. بس هو بيقول لك هنا تحذير، بيقول لك this setting is only recommended for clusters with host where host memory is not overcommitted. بمعنى الاوفر كوميتمنت، الاوفر كوميتمنت ان انا ادي للفيرتشوال ماشين رام اعلى من الفيزيكال رام اللي في السيرفر. يعني مثلا السيرفر فيه رام 8 جيجا فيزيكال رام، وانا اجي مدي للفيرتشوال ماشين رام 16. هي الفيرتشوال ماشين هتشتغل في الحاله دي؟ اه عادي جدا هتشتغل مفيش مشكله. لكن لو بالوضع ده كده، انا عشان استخدم الاوبشن دي اللي انا واقف عليها دي دلوقتي، فلو علمت على دي كده صح، يبقى الرام المستهلك، لو الرام المستهلك مثلا 12 جيجا اللي هو اساسا اعلى من 8 جيجا، هتبقى مشكله الفيزيكال، هتبقى مشكله. الاحسن يا شباب ان احنا نسيب الكلام ده على الديفولتس ونستخدمه بس كيس باي كيس، يعني طبقا
للسيناريوز وطبقا لطبيعه الانفايرمنت عندك. السي فيو السي بي يو اوفر كوميتمنت نفس الكلام، بس هنا دي بقى كنترول سي بي يو اوفر كوميتمنت، ده ممكن يمنع ان السي بي يو يتعمل عليه اوفر كوميتمنت، ان السي بي يو زي ما هنا انا في رام اوفر كوميتمنت في كمان سي بي يو اوفر كوميتمنت، ممكن ادي الفيرتشوال ماشينز سي بي يو اعلى من الفيرج من الفيزيكال سي بي يو. اوكي، فنفس الفكره. طيب احنا كده خلصنا. اوكي خلينا نشوف دلوقتي الباور، مش عارف عندها كتير. الباور مانجمنت، الباور مانجمنت دي يا شباب فيتشر ممكن مش لخبطه شويه. باور اي دي بي ام اهي دي بي ام. اوكي لا برو اكتف فيرتشوال ماشين معلش السكرولينج بس كان بيجري. اوكي هنا تحت الباور مانجمنت، احنا الباور مانجمنت هنا الديفولت ليها انها اوف وفي مانوال وفي اوتوماتيك. ايه الباور مانجمنت هنا؟ الباور مانجمنت هنا او الدي بي ام، دي بي ام يعني ديستريبيوتد باور مانجمنت، وهي بتشتغل مع الدي ار اس تحت مظله الدي ار اس. ايه الدي بي ام؟ الدي بي ام يا سيد الفاضل دي حاجه بتوفر لك في استهلاك الكهرباء بانها بتطفي السيرفرات، بتباور اوف السيرفر، بانها بتفضي كل سيرفر من الفيرتشوال ماشينز اللي عليه وتطفيه وترجع تشغله تاني لما تحتاجه. الكلام ده طبعا ما بيحصلش في الانفايرمنتس الصغيره والمتوسطه والنص نص اللي ما بين الكبيره والهيوج، ده بيستخدم في الانفايرمنتس الهيوج وفي الاغلب بيستخدم عند السيرفيس بروفايدرز، يعني مثلا في شركه بتقدم كلاود سيرفيسز دي بتستخدمه، بتستخدم الباور مانجمنت. ان انا مثلا سي ليتس سي عندي كلاستر فيها 5 هوستس، اوكي بس بنيجي في فتره الليل مفيش موظفين مفيش حد، الاستهلاك ضعيف جدا جدا، يعني مفيش اصلا استهلاك يذكر بالليل، وبالتالي كل اليوتيلايزيشن ممكن اجمعه كله بدل ما هم 5 هوستس يشتغلوا على 4 هوستس على 3 هوستس ممكن على 2 هوستس. اوكي فالدي بي ام بتعمله ان بتيجي بالليل مع الدي ار اس، الدي ار اس بيلاقي ان اللود ضعيف جدا ونقدر ان احنا نجمع الفيرتشوال ماشينز على عدد اقل من الاي 6 اي هوستس، فبنعمل كده بننقل الفيرتشوال ماشينز من احد الهوستات الى باقي الهوستات، والهوست اللي فضي ده بيطفي بتعمله شاتنج داون باورنج اوف، ونرجع تاني لما يبتدي اللود يزيد. لما يبتدي اللود يزيد الدي ار اس عن طريق الدي بي ام بيدي بيبعت كوماند، بيرسل كوماند للسيرفر انه ويك اب اصحى. طبعا الكلام ده بيكون عن طريق البي ام سي اللي هو البيز مور البيز بورد مانجمنت كنترولر للسيرفرز زي مثلا الاي ال او في الاتش بي. اوكي بيبعت كوماند على الاي بي الخاص بالاي ال او للسيرفر بيقول له باور اون باستخدام الويك اون لان باور اون، فبيشغل بيشغل السيرفر اوكي ويرجع تاني يدخل يشتغل في الكلاستر ويتوزع الحمل عليه. بس ده كده باختصار، مش محتاجين يعني نتكلم عن تفاصيله لان هو استخدامه نادر جدا يعني الا في الانفايرمنتس الضخمه. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا الادفانسد فيتشرز، وهي هنا بنحط فيها ادفانسد بارامترز لكن ده مش في السكوب بتاعنا، يعني لو احتاجنا ان احنا نعمل كده. اوكي خلونا نكونفيجر ال DRS على الكلاستر بتاعتنا. حاليا انا قلت ان عندي الثلاث الثري فيرتشوال ماشينز دول موجودين على هوست واحد، هنينيبل ال DRS. اوكي فيكون فولي اوتوميتد، تكون اجريسيف، مش عدل اي حاجه تحت تاني تحت، انا اسيب كله تحت، كل اللي تحت ده اسيبه على الديفولت مش عدل في اي حاجه. اوكي وهقول له اوكي، نتفرج على البيهيفير نديله لحظات. هو كده عمل الكونفيجريشن، المفروض ان هو يبتدي يعمل load balancing ويبتدي يفيموت virtual machines، بس بياخد يعني لحظات ممكن دقايق
يعمل calculations ويشوف اللود. اوكي الهوست ده اللي عليه اللود القلق، وعلى فكرة ممكن برضو ما ينقلش يعني، يعني هو ستيل هنا عنده حوالي 50% فاضي فممكن ما ينفذش. لو ما نفذش اللودينج هنتصرف يعني، انا هديله هوم ورك يعمله، هنجبره انه يبتدي يعمل الفي موشن لوحده، يبتدي يوزع اللود لوحده. بس خلونا نديله فرصته يعني. ده حاليا عليه 3 virtual machines دول، وفي utilities طبعا لان هو انا مفيش لود اصلا، انا الوحيد اللي بستخدم اللاب، ف يعني الرام والسي بي يو والكلام ده استهلاكهم بسيط يعني، حتى لو انت بتعمل اي حاجة على السيرفر او اي اكشنز على الهوست ممكن تدي ياخد باله وتدي يوزع. خلونا نديله فرصته. لا ده بيعمل تشيكينج على حاجة تانية. اوكي بانل يعني عايز بس ازيد اللود، بس طبعا ده لود تافه اللي انا بعمله ده يعني لود ستاف، بس هو امر طبيعي ان هو ممكن ياخد لحظات كده وبعدين يبتدي ينفذ الكوماندز. عايز ارن الكلام ده اوكي، انا هديله لحظات كده هوقف التسجيل، ولو ابتدى المايجريشنز هرجع اكمل تاني، او ممكن نجبره يعني انه ينفذ ال DRS. اوكي لسه ما تنفذش، بس خلينا نعمل محاولة اخيرة كده. هعمل مثلا ريبوت لل virtual machine مثلا يعني، فلما بنعمل ريبوت بيبتدي اللود يزيد على الهوست. اوكي ونشوف. لا زال ما اشتغلش، مش مشكلة، احنا ممكن نعدل سيتنجز ال DRS. علشان انا طبعا انا ليه انا هعدل في السيتنجز، لان انا عندي هنا الاستهلاك تافه، فيعني ممكن يعني ما يحتاجش انه ينفذ DRS اصلا يعني، ينفذ ال يلود البالانس. فانا هعدل وهقول له وزع ال virtual machines بالتساوي. خليني حتى اشوف مونيتور. اوكي تحت مونيتور، تحت يصير دي ار اس فولتس ايشوز، مفيش هيستوري، مفيش حاجة يعني، الدنيا تمام. اوكي طيب خلونا نعدل احسن. سيتنجز كونفيجر اديت اوكي، وهنيجي هنا في الاوتوميشن ليفل هقول له من فضلك اوكي لود بالانس لا وزعهم طبقا للعدد، اقول له اوكي. اوكي شايفين يا شباب دلوقتي ابتدى يعمل مايجريشنز اهو، ابتدى يمايجريت لان انا قلت له يوزع الفيرتشوال ماشينز بالعدد بالتساوي. اوكي ابتدى اهو ينقل مثلا الفيرتشوال ماشين رقم واحد اهي، هيبتدي ينقلها. تعالوا كده نشوف دي جايه من فين ورايحه لفين. اوكي الفيرتشوال ماشين دي موجودة على هوست رقم واحد وهو هينقلها على هوست رقم اتنين. اوكي دي اتنفذت خلاص زي الفل ماشي يعني. هو المفروض انه يوزع اكتر من كده كمان يعني. هنا في كام فيرتشوال ماشين عندي؟ هنا في 2 فيرتشوال ماشينز، المفروض ان واحدة من دول كمان تتنقل، بس هو مش واخد باله. عادة عادي يعني ممكن يحصل ان انا مش اول ما بانيبل الدي ار اس، حتى لو الدنيا عندي متكدسه مش بالضروره انه بيشتغل، لانه هو بيحتاج الاول يعمل كالكوليشنز ويعمل تفضيلات وهكذا. لكن ادينا شفنا يعني، خدنا فكره وشفنا الموضوع. طيب خلونا نعمل الستورج دي ار اس، خلونا نشغله الاول وبعدين نرجع نشوف الدي ار اس رولز والستورج دي ار اس رولز. اوكي
او علشان ما لخبطكوش خلونا خلاص جزء جزء. اوكي احنا نكمل نشوف الافينيتي رولز هنا. حلو قوي، انا عندي دلوقتي الهوست رقم واحد عليه الفيرتشو ماشين 2 و3، ممكن نعمل لهم رول بقى تقول لهم، تقول للدي ار اس ابعدهم عن بعض، واتمنى انه يعني على ما انا اعمل الرول ما يكونش هو اساسا طبق خلاص الكلام ده. طيب كونفيجر للكلاستر، كونفيجر الكلاستر. اوكي وفي كونفيجريشن، في كونفيجريشن الكلاستر مش في الدي ار اس رولز بقى، لا تحت خالص هلاقي عندي مجموعه حاجات. في عندي اوكي في ام هوست، في ام هوست جروبس، وفي ام هوست رولز، وفي ام اوفررايدز. اوكي خلونا نعمل الاول نشوف دي وبعد كده نرجع لدي، يعني هنعملهم واحده واحده، هشرح لكم ايه هي وايه هي الجروبس وايه المقصود بالجروبس. اوكي ادي الدي ار اس فيرتشوال ماشين او الهوست رولز، نقول له اد، عايز اد رول. الرول دي هسميها سيبريت وين 7 02 and 03 مثلا، انا عايز اسميها كده خلاص. والرول تكون انيبل، طبعا انا ممكن اديسيبل الرول دي في بعض الاحيان لو ان انا بعمل مينتنس، هي انيبلد عشان ينفذها. في عندي مجموعه من التايبس هنا للرول. اوكي في حاجه بتقول كيب الفيرتشوال ماشينز توجذر، يعني خلي لي التو فيرتشوال ماشينز دول مع بعض طول الوقت، او سيبريت الفيرتشوال ماشينز ابعدهم عن بعض، او في حاجه اسمها فيرتشوال ماشينز تو هوست، انا عايز ارن الفيرتشوال ماشين دي على الهوست ده بعينه، بس دي محتاجه سيتنج الاول يتعمل وبعدين نرجع لها. اوكي انا لو قلت فيرتشوال ماشين تو هوست، في حاجه اسمها جروب تو جروب الاول، في جروبس بننشئها، فانا عشان كده بقول لكم انجلها يعني، او الفيرتشوال ماشينز تو فيرتشوال ماشينز خلاص. دي بقى جروبس، جروب اوف فيرتشوال ماشينز للجروب تاني اوف فيرتشوال ماشينز، ابعدهم عن بعض او خليهم مع بعض او هكذا. هنا انا عايز اقول له لو سمحت سيبريت الفيرتشوال ماشينز، هاجي هنا اقول له اد واختار الفيرتشوال ماشينز اللي في الانفايرمنت عندي. لو عندي عدد الفيرتشوال ماشينز كبير انا هستخدم الفلتر في ان انا احدد، انا عايز اختار. اوكي انا عندي هو بيقول لي ان اي 6 ان فيرتشوال ماشين 1 2 3 شغالين على هوست رقم 1 دلوقتي، فانا اختار مثلا 2 3، هقول له لو سمحت ابعدهم لي عن بعض على اعتبار ان دول مثلا كاس سيرفرز. خلاص كده انا قلت له سيبريت والاسم والديتيلز وهقول له اوكي لحظات المفروض ويبدا ينفذ. لسه بيشاور عقله، مش مشكله نديله فرصته. اه ملاحظين يا شباب هنا، نركز اهو. Migrating Virtual Machine 2، اختار واحدة منهم طبقا لكالكوليشن عنده وابتدى ينقلها، خلاص اتنقلت أصلا. أوكي نقل Virtual Machine 2 من الهوست رقم 1 وداها الهوست رقم 3، هو أخد في حسبانه إن أنا كده أنا عندي هنا كل هوست VMs، شوف كده الـ VMs هنا، كل هوست في تحته Virtual Machine 1، هو كده نفذ اللي أنا قلت له عليه. طيب عندنا ايه تاني في الدي ار اس رولز؟ نكمل خلاص، احنا خدنا فكره عن الدي ار اس رولز العامه. في الاوفررايد، هنعرف ايه الاوفررايد وبعدين نرجع للجزء اللي فوق ده. اوكي الاوفررايد في ام اوفررايد، هنا انا عايز اقول له الفيرتشوال ماشين اللي اسمها، ما دوست على اد والله مساله ما بيستجيب يعني. اوكي فيرتشوال ماشين مثلا ويندوز 7 رقم 1 ما تطبقش عليها الدي ار اس، الدي ار اس ما يتحكمش فيها اطلاقا. لو انا عايز انقل الفيرتشوال ماشين هنقلها انا مانيوالي بنفسي، فاقول له اد اختار الفيرتشوال ماشين اللي اطبق عليها الرول، ولتكن مثلا الفيرتشوال ماشين دي. اوكي اه هنا بقى الاوتوميشن ليفل، هل يتبع سيتنجز الدي ار اس اللي على الكلاس عفوا اللي على الكلاستر، ولا ينفذ حاجه تانيه طبقا لمتطلباتي؟ هقول له خلي الاوتوميشن فولي اوتوميتد. طب ما هو الدي ار اس احنا اساسا عملناه فولي اوتوميتد. ايوه ما انت ممكن الدي ار اس في الانفايرمنت عندك تعملها مانيوال، تعملها بارتشلي اوتوميتد، صح؟ فاكرين السيتنجز دي؟ فانا عايز اجي اقول له هنا لو سمحت الفيرتشوال ماشين دي تحديدا انا عايزها فولي اوتوميتد، ما ترجعليش في القرار لما تحب تنفذ دي ار اس، ولا بارتشلي ولا مانيوال، اقدر او اديسيبل. طالما قلت له ديسيبل هنا خلاص
كده يا شباب الفيرشو ماشين دي لن تخضع الى